انه يكون في المربع مع النهايه على كره ملعوبه في الجبهه يمنع خطوره. جول جول اول لمصلحه الخرطيات. الشاطر حسن لا يعطي مجال لام صلال بالدخول. انور ديبه مررها وجول مررها وجول. كيبي تعثر. جول جول لمصلحه الخرطيات هنا في مرتدة مثل الثالث. يحيى كيبي 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 كيبي. جول بالثلاثة لمصلحة الخور. يحيى كيبي يسجل الهدف الثالث مع الدقيقة رقم 4 من الوقت بدل الضايع وينهي بعد